بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نحن متواجدون الآن في شارع عمود الخامس. هذا المكان في سنة 2003 كان شهد واحد الحريق في هذا المكان اللي احنا واقفين فيه اليوم. كان هنا مجموعة من الباعة الغير المهيكلين ديال المواد الغذائية والملابس، وفي سنة 2003 بالضبط شب حريق في هذا المكان وتم إحراق جميع السلع والمواد التي كانت عند أصحاب الباعة يعني الغير مهيكلين في هذه المنطقة وهذا المكان بالضبط. ومن ذلك التاريخ والمجلس يعمل صحبة يعني المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على هيكلتي وتأهيل هذا الفضاء وهذا المكان، وبالفعل لقد تأتى ذلك. واليوم كتشوفوا انتم المحل أصبح عبارة عن مركب تجاري، الأشغال قريبة الانتهاء بها، ونتمنى إن شاء الله يعني كانت التأخر ديال الأشغال هذا السبب ديالها هو الوباء ديال كورونا، لكن اليوم المقاول استمر في الأشغال ديالو وقريبا إن شاء الله غادي تكمل الأشغال به. تقريبا باقي غير التهيئة الخارجية والمقاول غادي يشرع فيها في هذه الأيام إن شاء الله. هذا الفضاء وهذا المركب التجاري هو عبارة عن كما قلت مجموعة ديال الدكاكين اللي دار في إطار واحد الشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وطبيعة الحال مع أصحاب ذوي الحقوق الجمعيات ديال جمعيات الكرامة، مشكورين تاهما كيديروا الواجب ديالهم ومحصيين الإخوان اللي تحرقوا لهم ديك الوقيتة المحلات ديالهم التجارية، سواء اللي كان يبيعوا المواد الغذائية أو الملابس الجاهزة آنذاك في سنة 2003. وبالتالي هذا المرفق الآن أصبح مركب تجاري فيه عبارة عن دكاكين في حوالي 51 دكان، وفيه يعني المرافق الصحية كاين جناحين ديال المرافق الصحية، جناح خاص للإناث وجناح خاص للذكور زائد مسجد. من طبيعة الحال هذا الفضاء سيوزع بعد الإتمام الأشغال فيه في القريب العاجل إن شاء الله. هذا المركب الغلاف المالي ديالو المبادرة كانت ساهمت 91 مليون سنتيم، والجماعة كانت ساهمت بحوالي 310 مليون سنتيم، والغلاف المالي ديالو كله سواء البناء ولا التجهيز ديالو في جميع المسائل التهيئة الخارجية كذا تقريبا غادي يكون وصل 1400 مليون سنتيم. إذا الشراكة كانت بين المبادرة الوطنية للبشرية ساهمت 990 مليون نضرب سنتيم أحسن 90 مليون سنتيم، والجماعة ساهمت 310 مليون سنتيم. بطبيعة الحال الجماعة كانت دير بالفوائد ديالها سنويا كانت تخصص واحد المبلغ لإتمام هذا المركب. ربما يتساءل البعض يقول التأخير ديال هذا المركب، التأخير هو أنه الفوائد كنا سنويا يعني المجلس كان يخصص واحد المبلغ من الفائض ديالو من الميزانيه ديالو الميزانيه ديال التجهيز وكيخصها لهذا المركب. والان ان شاء الله كما قلت الاشغال جاريه والنهايه ديال المشروع ان شاء الله ربما في هذا اواخر يونيو او بدايه ديال يوليوز تنتهي الاشغال وغادي نديروا عمليه ديال توزيع الدكاكين على اصحابها لذوي الحقوق اللي كانوا تحرقوا لهم الدكاكين ديالهم هنا في المكان. إذا هذا مشروع عمل المجلس كان يعمل جاهدا باش يخرجوا الوجود نظرا للأزمة الخانقة اللي كاينة في عندك صحاب الدكاكين اللي كانوا هنا مستغلين هنا اللي كانت تحرقوا لهم الدكاكين ديالهم اللي مشاو كراو في الشوارع داخل المدينة وفي الأماكن أخرى، ولكن اليوم إن شاء الله بعد واحد حوالي شهر ولا غادي يفتتح المركب التجاري إن شاء الله اللي هو جاي في شارع عمود الخامس. وبطبيعة الحال في شارع عمود الخامس راكم تعرفوا غادي يشمل واحد اللي عنده واحد التهيئة خارجية خارج هذا المركب، غادي يكون واحد الباركينغ بالإضافة إلى واحد المساحة هنا شاسعة غادي نهضروها بوحدها اللي فيها المجموعة ديال الخضارة اللي تهيئت وتأهلت ولات يعني خاصة لبيع الخضار. إذا هذا هو اللي بغيت نقول في هذا المركب. نتمنى إن شاء الله باش انتهاء الأشغال تنتهى في هذا يونيو باش على أبعد تقدير يعني في يوليوز باش نوزعوا التجاري.
وغادي تشهد هذه المنطقه ان شاء الله واحد الرواج تجاري يعني لا مثيل له، خاصه انه الموقع هو موقع ممتاز وجاي في كما قلت شارع عمد الخميس وكيشهد واحد يعني الكثافه ديال السكان، المرور ديال السكان المره موجودين في هذا. وثانيا جاي حدا المحطه ديال موقف ديال السيارات ديال السيارات الكبيره ديال بركان. وكما قلت يعني هذا نتمنوا ان شاء الله الاخوان اللي غيستافدوا هنا يشاهدوا واحد حركيه تجاريه ان شاء الله هنا، وغادي تستنفعين العائلات ديالهم وبطبيعه الحال هما والعائلات ديالهم والناس اللي غادي مرتفقين ديال هذا المركز. نتمنى ان شاء الله التوفيق ونتمنى ان شاء الله يعني المدينه ديالنا تسير قدما بمثل هذه المشاريع ومشاريع اخرى اللي غادي تخرج ان شاء الله للوجود. شكرا للموقع زي سوتي بوان نت، نتمنى ان شاء الله نتلاقاو في فرصه اخرى ان شاء الله. شكرا.